الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، الإرهاب هذا اللي خوفونا به طول، كيف نسمو إرهاب لحية وهركة هكا، ما هو الهرك تباعه في سوق الربع، اللي حب يشري هركة يشري هركة، والحي واللي حب يشري لحية يشري لحية، اي نعم، ولا دي كونتينر يجوا بالحي، سبحان الله العظيم. اليوم عنوان التظاهرة والمسيرة السلمية صفاقس ضد الإرهاب والانقلاب. والإرهاب نقصد به الاعتداء والعنف اللي تعرضوا له بعض قوات الجيش وقوات الأمن، ونحن نندد بالاغتيالات الغادرة وبالقتل وبالإجرام، وأيضا نندد بالانقلاب ومحاولات الانقلاب الفاشلة اللي قاعدة إما التاجر بمسألة الإرهاب وقضية الإرهاب، وإما تحب أيضا تستغل ظروف الانتقالية مربيع بلاد باش ينقضوا على السلطة ويغدروا ويلتفوا على إرادة الشعب واختيارته. بالروح بالدم لفريق يا وطن، بالروح بالدم لفريق يا وطن، بالروح بالدم لفريق يا وطن. بالنسبة دور الأئمة وأئمة المساجد وكل المجتمع، شو دوره في الوقت الحاضر؟ يعني شو يلزم يصير باش نجموا نوصلوا لبر الأمان بسلام؟ نعم، هو دور طلائعي ينطلق من المساجد بالأساس، على أساس أن المسجد هو اللي يتلقى فيه المصلي التربية وصول الدين والعقائد والأخلاق والمعاملات والسلوك، لكن الإمام زاد كيف كيف عنده دور خارج المسجد، وهو ما يتصل بالشأن العام، والشأن العام هذا يؤدي فيه دوره باعتباره مواطن من المواطنين وعنده رسالة يؤديها، وما وجود الأئمة بل تقدم الأئمة في مستوى التظاهرات والمسيرات وفي مستوى ما يحدث في البلاد من حراك إلا دليل على أن الدور هذا تجاوز حدود ولا جدران المسجد للخروج إلى الشارع وللتعبير على صوت الأئمة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من هذا الشعب، وباعتبار أنهم يمكن يساهموا بل لهم القدرة على المساهمة في مستوى العطاء الاجتماعي والعطاء السياسي، كيف ما في مستوى العطاء العقائدي والعطاء الأخلاقي والسلوكي. دور اليوم القوى الحية في المجتمع، أحزاب وجمعيات ومنظمات، في أنها تدفع الحوار أو النجاح، ما عندها دورة أنه تغلق طريق العودة أو النكوص عن الحوار. عبارة ناس توه مشاو في طريق الحوار مش نسدوا عليهم المنافذ، ما فماش عودة إلى الوراء، لا من الأنصار الحكم ولا من أنصار المعارضة، فما كان ذهاب نحو الحوار. جيت من فرنسا مساندة للأئمة الخطباء، وجيت مساندة للشعب التونسي، خاطر أنا ما ولا تونسي، وجينا باش نحطوا اليد في اليد ونظهروا أن الإسلام دعوة إلى جميع الناس لتفهم حقيقة الإسلام. الإسلام ليس دين إرهاب، بل الإسلام هو دين رحمة، فنحن ضد الإرهاب، والمسلم ليس بإرهابي. نريد أن نبعث برسالة واضحة للرباعي الراعي للحوار، ونقول له اتق الله في تونس وكون محايد ونسع الحوار. يا المعارضة يا سيم الغادرة، صرت تحكي بدي في الثورة، ما استعرفت شي فيها كلام، ما صار المخلوق على برا.